إذا محمود هرواك مستشار بجمعية شبيبات المغرب للمواطنة، اليوم في إطار السيرورة التي دأبت عليها جمعية شبيبات المغرب للمواطنة باعتبارها هيئة مدنية شابة رائدة، ومن خلال القطب الصحي ديالها انضمت هذا الكشف، هذا المبادرة الفريدة من نوعها المتعلقة بالكشف عن سرطان الثدي بمناسبة اليوم العالمي للكشف عن سرطان الثدي. احنا كنعرفوا بأنه أغلب السرطانات التشخيص المبكر ديال المرض كيساهم في الشفاء، أحيانا في الشفاء الكامل، وكيكون فرصة بالنسبة للمريض اللي استطاع باش أنه يكشف وقت مبكر باش أنه يخضع للحصص اللي كتساعده نفسيا وحتى فيزيولوجيا باش أنه يتعافى. جمعية شبيبات المغرب للمواطنة من خلال هذه البادرة تقول بأنه المجتمع المدني، هيئة المجتمع المدني حاضرة بقوة من أجل تقريب الخدمات الصحية من المواطنين، من أجل مساعدة المصالح الوزارية، المديرية الجهوية للصحة مشكورة. كذلك هذه المبادرة اليوم كتم بشراكة مع جمعية المقيم للأطباء المقيمين بمدينة مراكش، وهذه الشراكة ماشي شراكة جديدة على اعتبار أنه مجموعة من المبادرات المتعلقة لقب القطب الصحي أو بالمجال الصحي عرفت سبيلا إلى تنظيمها وتنزيلها في مدينة مراكش وفي مدن عديدة مثل حملات ديال التبرع بالدم، كذلك مثل مبادرات ديال القوافل الطبية. اليوم الرسالة اللي بغيت نوجه للنساء اللواتي يعانين من 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 سرطان الثدي باش انهم يعرفوا بانه ماشي هي النهايه ديال العالم، بانه يكونوا متاكدين بانه راه كاين امل في الشفاء. وكذلك الناس اللي ما عمرهم ما كشفوا، خصوصا النساء اللي ما عمرهم ما كشفوا، هذا نداء كنوجهوا لهم باش يكون كشف منتظم، لانه معرفه الداء هي السبيل للعلاج. شكرا جزيلا. السلام عليكم، معكم دكتور رشد ساره، نائبه رئيس جمعية المقيم، جمعية الأطباء المقيمين بمستشفى محمد السادس. احنا اليوم تجمعنا مع جمعية جي ام سي وجمعية لام باش نأكدوا على أهمية الكشف المبكر على سرطان الثدي، على الأهمية ديال هذا السرطان والخطورة ديالو، بما أنه يمثل السرطان الأول من ناحية المختلطية ديالو ومن ناحية الفريكونس ديالو عند المرأة. هذه ماشي مرض عيب، هذا مرض اللي نقدروا نكتشفوه غير باللمس التدي ديالنا في الأكتيفيتي اليومية ديالنا، في الدوش ولا مثلا إلا كنا كنبدلوا حوايجنا، إلا لقينا شي حبوبة ولا لقينا شي طياب ولا شي حاجة ما نقدروش، ما غاديش نقول عادي غير حبوبه غنعطيوها الدواء وتبرا، غادي خصنا نمشيو لعند الطبيب ديالنا وندوزو، حيت الكشف المبكر على هذا السرطان كيمكن واحد لاكاليتي دفي احسن للمريضه، وكيمكن من العلاج والتماثل للعلاج بطريقه سهله وسريعه. وشكرا. دكتور رشيد عيتمناتي، عضو جمعيه المقيم، هي جمعيه الاطباء المقيمين بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش. حنا هنايا في اطار واحد حمله للكشف المبكر على سرطان الثدي الذي يعد من السرطانات الكثيره عندنا في المغرب، واللي تشكل خطوره على المواطنات اذا ما تمش الكشف المبكر على هذا السرطان. وكذلك تنأكدوا على اهميه
اهميه الكشف المبكر ديال مرض سرطان الثدي في العلاج ديالو وتماثل العلاج، كذلك تنأكدوا على المواطنين انهم ما يتساهلوش مع هذا المرض الخطير، وانهم يعطيوا الاهميه للعلاج ديالو والمتابعه ديال العلاج ديالو، وتنأكدوا على الاهميه ديال هذه المناسبات في التوعيه ديال المواطنين الكشف على هذا المرض هذا والمتابعه ديال العلاج ديالو وعدم الاستخفاف بالخطوره ديالو.